مرحبا يا أعزائي، كيف حالكم؟ اليوم سنرسم أصدقاء آخرين ثم نقص الأوراق أيضا. سنرسم الفيل وفرس النهر هكذا، والفيل هو أضخم الحيوانات، وأما فرس النهر فيعيش في المياه وهو أيضا ضخم جدا. هكذا سنرسم اليوم حيوانات ضخمة، وأيضا لون جسد كلا صديقينا هو الرمادي، ولكنكم يا أعزائي يمكنكما تلوينهما باللون الذي تحبونه. والآن هيا نبدأ بالتعلم مباشرة. سنرسم الفيل أولا. نرسم الأذنين والوجه، ثم نرسم الخرطوم بتوصيله هكذا. هذا هو الشكل الجانبي. ثم نرسم الجسد، وبعدها نرسم القدم الأمامية والقدم الخلفية واحدة تلو الأخرى. ثم نرسم القدمين غير المرئيتين بشكل خفيف، وفي النهاية نرسم الذيل هكذا. ونرسم الأظافر بشكل لطيف ودائري، ثم بعدها نبدأ التلوين مباشرة. سألون الأذنين باللون الوردي والجسد باللون الأصفر. بتلويننا إياه باللون الأصفر هكذا، ألا يبدو بالطبع كفيل صغير؟ ولونا الأظافر باللون الأخضر المصفر، والآن هيا نحاول أن نقص.
حاولوا القص مع الاستدارة في الاتجاه بشكل جيد. وبعدها نرسم فرس النهر. ثم نبدأ التلوين. الوجه فقط مختلف قليلاً، ولكن الرسم متشابه قليلاً، صحيح؟ سنلون فرس النهر باللون البنفسجي. حيث أن الفيل وفرس النهر من الحيوانات الضخمة، فقد يكون جيداً رسمهما بشكل كبير. الآن سأحاول قص الرسم. نعم، اكتمل كل شيء، وسنلصق الشفاطات في الجهة الخلفية.
صحيح، لأننا فعلنا هذا فبالطبع يبدو أن فرس النهر يتبع الفيل. أيها الفيل، لنذهب معا، لا تذهب وحدك. نعم، هكذا اكتمل كل شيء. كيف كانت محاضرة اليوم يا أعزائي؟ الآن تستطيعون أن تجروا حوار بين فرس النهر والفيل. أيها الفيل، إن خرطومك طويل ورائع جداً، ماذا تفعل بخرطومك؟ أفعل أشياء كثيرة جداً بخرطومي، فأنا آكل بخرطومي، وأيضاً أرش الماء وأستحم بها، وأنت؟ نعم، هكذا يا أصدقائي أجرينا حوار جيد، أتطلع للمرة القادمة. إلى اللقاء.